مساء جميل بريحه البن المحوج ونار السبرتايه الهاديه. يحكى ان ايام المماليك كان السلطان المنصور الاوم متجوز من اميره جميله مغوليه الاصل اسمها اشلون خواندا. جابت له الاميره سلطان صغنن سماه الناصر محمد، واختارت له الاميره مربيه من اهلها اسمها جلشانه. مش مهم خالص الاسم التقيل ده، لانه مش تقيل بس علينا، ده تقيل على صاحبه الاسم نفسها اللي اختارت الاسم اللي سموه لها اهل مصر، اللي هو الست مسكة أو مرضعة ألوون. عاشت مسكة مع الناصر محمد وحفظت عهد المرحومة أمه لحد ما بيجي يوم وبيتقتل أخو الناصر محمد الأشرف خليل، وبيكون عمر الناصر محمد وقتها 9 سنين، وبيحتار المماليك مين هيمسك الحكم. هنا بقى بيظهر دور مسكة اللي بتلف على أمراء المماليك واحد واحد لحد ما بيبايعوا الناصر محمد، وبيبقى السلطان وبتبقى كل أمور الحكم تحت سيطرتها. مش بس كده، مسكة بذكائها وقوة شخصيتها في الـ3 مرات اللي تشال فيها الناصر محمد من الحكم قدرت ترجعه تاني، ودي حاجة تقريبا ما حصلتش في عهد المماليك غير معاه، وذاع صيت مسكة في أرجاء القاهرة العامرة. ولما كان حد يحب يقرب من السلطان كان بيقرب منها الأول. كمان اتعرف عنها الكرم اللي ما عرفهوش قبل كده، كانت بتوزع الفلوس على الغلابة وهي معطراها بالمسك، وغالبا ده سبب تسميتها بمسكة. وفي يوم بتروح مسكة للسلطان وبتقوله: يا سلطان السلاطين، أنا عايزة أرض كبيرة واسعة تكون ليا أنا خارج حدود أسوار القاهرة، أكون أول رجل تحط فيها. بيرد السلطان: ما الخير كتير حوالينا. بتقوله مسكة: لأ، أنا عايزاها في مكان هادي وبعيد. وبيقول لها السلطان: فورا وحالا تتنفذ كل أوامرك. والمفاجأة بتاخد أرض يا عيني في الصحراء، أرض في السيدة زينب اللي كان وقتها اسمها بستان الخشاب. صحراء فعلا. وبتبني جامع بيعرف بجامع الست مسكة، ومن بعدها بيعمروا الحي وبيبنوا حواليه. وبيمر الزمن ومسكة لسه مكملة، وبيموت الناصر محمد وبيجي ابنه السلطان حسن ومسكة لسه معاه، لحد ما بيتسجن. وبكامل إرادتها ورغبتها بتختار مسكة انها تتسجن مع السلطان حسن عشان تفضل تخدمه، وبتموت مسكة في السجن وتسيب لينا رصيد كبير من الوفاء والإخلاص والكرم. وبالمناسبة جامع الست مسكة من أجمل الجوامع اللي ممكن تزورها في حي السيدة زينب، وكان جواه ضريح للست مسكة، وبيقولوا كان بيطلع ريحة مسكة منه، لحد ما بيختفي الضريح. بس أهالي الحي عايشين على السيرة الطيبة للست مسكة. الغريب إن سيرة الست مسكة بكل عطائها بتروح ويفضل منها تشبيه المماليك ليها بالست الوحشية صليطة اللسان، وتسميتهم مرضعة ألوون لأي ست متوحشة، وطبعا ده لأنها كانت واقفة لهم بالمرصاد. أما السيرة الطيبة تكون بين السطور وبين أهالي السيدة زينب وجنب جامع الست مسكة. مصادر تحت الفيديو، عايزاكم تشاركوني أفكاركم في الكومنتس. إلى اللقاء في قعدة جديدة من اتفضل قهوة مع نورهان نبيل.